خلي اغراض جوا اللي هي اغراض زوجته، غرفه اخشاب كاونتر. جاب قنينه مال غاز، فتح القنينه مال غاز، وبطل بنزين هم موجود، بكاميرات كله موجود. خوش حرق البيت وطلع، هو طلع الى لوكيشن اخر وتحديدا النجف الاشرف. شخص اسمه فراس يمتلك منزل اجره لاحد الاشخاص، عادي مثل ما تصير في كل يعني في كل مكان. صارت مشاكل عائليه بين المستاجر وزوجته اللي قاعدين بهذا البيت، تم تبليغهم من قبل المؤجر باخلاء المنزل. المستاجر هنا طلع اثاثه اللي يخصه من المنزل وترك غراض زوجته وغرفه النوم، واستخدم اسطوانه غاز وبنزين وحرق المنزل والاثاث. فبالحقيقه الشخص صاحب المنزل هنا ايضا تواصل ويا مراسلنا محمد رزاق في النجف حتى يروي هاي القصه لبرنامج لوكيشن. ويعني هي مشاكل عائليه بين زوج وزوجته، كانت النتيجه انه صاحب المنزل يكون وضع الدار مثل ما راح تشوفوا. خلونا نشوف. شكرا لك زميلي مازن. نحن الآن في منزل الأخ فراس الذي تعرض منزله إلى احتراق كامل، حول هذا البيت إلى ركام وإلى حطام. المنزل تعرض إلى احتراق وفق ما يقول فراس على يد المستأجر اللي كان ساكن في هذا المنزل. سنعرف تفاصيل هذه القضية وهذه القصة مع صاحب المنزل. حياكم الله أخ فراس، الحمد لله على السلامة. شنو اللي صار بمنزلك؟ يعني التفاصيل إذا تحب توضح لنا. الإشكال اللي صار أستاذنا العزيز، هذا اللي كان المؤجر هنا ولد ضابط بالاستخبارات. خوش أنت مأجر البيت للتوضيح، يعني هذا بيتك بس مأجر زوجته. البيت مأجر زوجته هو وياه. المهم فصار أكو إشكال بينه وبين زوجته قبل 6 شهور أو 8 شهور أو سنة، ما أعرف بالضبط شنو. فاحنا كنا موجودين بالبيت، انا طلعت ورجعت لقيت اغراض قاعد اشيل بهن، لان اعطيناهم علم بان شنو يخلون البيت. فاجينا عندنا كاميرات احنا هم موجوده بباب البيت، اخذ قنينه مال غاز من ابو الغاز، موجود كله موجود كاميرات. يعني ها بالتصوير شفته؟ التصوير كله موجود بالكاميرات. طلع اغراضه، خلى اغراض جوا اللي هي اغراض زوجته، غرفه اخشاب تدري بهن كاونتر. جاب قنينه مال غاز، فتح القنينه مال غاز، وبطل بنزين هم موجود، بكاميرات كله موجود. خوش حرق البيت وطلع، هو طلع. فاحنا كنا يعني تدري عيال عندي بنات اخواتي. انت بيتك اللي ساكن به مجاور، احنا شفناه. اي هذا مجاور يعني. اي طلع الدخان عبر على بيتنا الثاني. المهم بالقوه طلعت اهلي من البيت. اي فهو تدري بعد من سوى هاي العمله شرد. اي فاني اطالب قناة. قبل ما تطالب يعني هم عرفت السبب الحقيقي ليش مثلا لان عنده خلاف وياك مثلا؟ خلاف اسرته؟ ما عندي اي خلاف وياه ولا ابد، ولا اسلم علي ولا يمي ولا احذاه. بس انا اقول لك عنده خلاف هو وزوجته، وحتى الكاميرات خابر والده. احنا سمعنا بالكاميرات، قال كاميرتك صوت وصوره، موجود صوره وصوت. فقال له اذا ما تجيب اولادي احرق البيت. العلم انه كان يعني بيت فارغ، زوجته لا بيت فارغ ما موجود. الحمد لله بين ما موجود، تدري هو موجود يعني تدري هو ما اعرف ما اعرف حاله نفسيه، ما اعرف يتعاطى، لان مو مرصاف. وتدري هاي الجيران كلها يعني في وقتها العالم لو لازمينها مصير مصيبه، لان هذا البيت ورانا هم محترق عبر عليه نار. جو الدفاع المدني اكيد مو؟ جو الدفاع المدني والادله الجنائيه وضباط ومركز المهدي. شنو رايهم؟ شنو ايش قالوا عن الدفاع المدني؟ قالوا فعل فاعل. اخو عندك تصوير اكيد بالاضافه الى الادله الجنائيه هم عدد الكاميرات اخذوهن. وانا هسه قايم دعوه بالقضاة. اي ومع العلم ترى هو يعني ضابط بالاستخبارات. ضابط بالاستخبارات. خوش زين تواصلت ويا مثلا والده، اهله، عمامه مثلا؟ والده يقول انا مالي شغل، ما عليه. اقول هو ما اعرف شو بيه، ما يعرف، يقول يتعاطى. هذا كلام والده مو كلامي. انا ما شايف عليه. يعني انا بس اريد اعرف انه انت تقصد انه السبب حرق بيته خلافات عائليه، والضحيه كان بيتك لانه هو كان ساكن بيه. ساكن بيه. اها. ايه. زين هم كان عندكم مثلا خلافات معينه، مثلا صار سوء فهم مثلا حتى يكون السبب مثلا؟ انا قبل 6 شهور او 5 شهور قايم عليه دعوه. خوش هو وشخص ثاني. يعني الحمد لله بين خلص روحي. موجود الدعوه. دعوه مال شنو؟ دعوه مال سرقه، سرقوني.
خوش سرقوا بيتك اللي قاعد يعني سرقوني شخصيا مبلغ من المال سرقوني خوش والحمد لله بين اجوا تدري هم اجوا شيوخ وهاي والشيوخ تعهدوا بي وعندي ورقه مال الشيوخ عندي موجوده خوش حكي قالوا الشيوخ هاي بعد اول مره واخر مره تدري صارت ضغوطات وهاي قلت لهم عمي خلي ارجع يعني مع العلم ذيك اللحظه من بدايه قبل هاي القضيه يعني طلعت من الموت مسدس ودر نفيس وحلفنا بعد ما يرجعنا للبيت خوش بس احنا شنو اللي هاي انا مو تزوجته وعلى مود اطفال قلنا لك اكو مثلا كانت ملاحظات عليه تسمع كلام الناس وصاير موقف وياك ايضا انت همينه فلذلك قررت انه هو يخلي البيت وصارت مشاكل ويا زوجته اكيد فكلها تفاقمت وصارت ايه فقلت انا ليش شيء ابعد عن الشر وغني له يعني اكيد تفاقمت بالنتيجه صار هذا الموضوع شنو مطالبك يعني اذا عندك مطالب تحب توجهها لك انا اريد التعويض خوش من عنده شخصيا بعد هو القضاة اللي ياخذ قائم عليه دعوة اسمع عليه دعوة خوش واريد يعني ما اعرف شلون تصفوا يا القضاة لان تحتقي العدالة لان هذا يعني رحت انا اكثر مره يقول لي والله بيحا نفسية اذا بيحا نفسية انت مخلي ضاغط بالشارع انطالب من العدالة بان يسوي له حل امو مخلي لهم ضابط بالشارع ساعة يضرب هذا ساعة يقتل هذا ساعة ام We'll be right back.